ايوا انتم البنات شوفوا شحال من قطعه فيها وكتجي. يا سلام البنات، اقتصاديه يوميه وبنينه ولذيذه. السلام عليكم حبيباتي، وجربوا الكيك وتبعوا المقادير وردوا عليا، انا راكم عارفين كتيقوا فيا. ما تنساوش لايك باش توصلوا باي جديد. شكرا لكم احبيباتي. السلام عليكم، كي دايرين اشخباركم البنات؟ بغينا ندير واحد الكيك اقتصادي. كما كتشوفوا قدامي بيضه واحده، نص كاس سكر ديال السنيده بلا عبارة البنات، كاس ديال الحليب، عندي كاس ونص ديال الدقيق، غير كاس ونص البنات، اقتصاديه البنات هذه يوميه خاصكم ديروها. وعندي البنات الكاكاو اللي بغى يديرو كاكاو، غندير منه جوج ديال العواشق كبار. وعندي البنات خماره ديال الحلوى فقط، غنخلط هذا الشيء ان شاء الله، غنخلط هذا الشيء ونديرو في المول ديالي. بقاو معايا ما تمشيو فين البنات. انا ملي خلطته مزيان مزيان، هانتوما هذا هو القوام ديالو، راك شفتو المقادير غير تبعوه، ملي غيجي هذا هو القوام، ما زايد ما ناقص البنات. انا المول عندي هذا فاش غادي ندير ان شاء الله، وانتوما اي مول عندكم راه دهنتوه البنات كما العاده، والزيت الزبده تسمحوا لي، والدقيق اللي ما عندوش الزبده يدهنوا حتى بالزيت. صافي البنات، غندخلها للفران دابا، بقاو معايا حتى الاخير كما كتشوفوا. غنمشي نعوض لها دابا باش غادي نسقيها البنات. هو الكيك ديالنا كما كتشوفوا، رطوبه البنات، رطب رطب كيجي هشيش كما كتشوفوا، اقتصادي يومي. انا غنجبدو دابا، بقاو معايا حتى الاخير البنات. هانتوما كما كتشوفوا عندي 100 غرام ديال السكر سنيده، بغي ندير فوقها كريم كراميل بكاوكاو، كيجي زوين البنات وكيحمق طولي وليداتي. كما تتشوفوا عندي 100 غرام البنات ديال الكريم كراميل، غنديرو غير بالمكاس د الماء، وغندير فيه عشقه كبيره ديال الدقيق فرينه، عاد دقيق البنات بغيتو ديرو تميزينا في الفرينه هذه المره، وكاوكاو البنات اللي كتكونوا محمرين وسلقينو محمرين على حساب كريم كراميل. علاش كندير فيه فرينه؟ باش يجيني عاقد، لا بغيتو سائل ما ديروش فرينه ما ولا مايزينا، انا المهم غندير فيه فرينه باش يجيني عاقد. بقاو معايا بين ما يذوب ليا السكر البنات. هو بعد ما ذاب ليا السكر ديالو ولا سائل، غنزيد ليها البنات كاس ديال الماء، ما تخموش غيبدا تش، كاين اللي كيبقى يرمي بشويه بشويه، دابا واخا غادي يكرم معاه كيتبخ البنات مع كيتسرح لينا، كاين اللي تيبقى يرمي بشويه بشويه، معليش ما حتى هو كيتبخ ما حتى هو كيطلق لينا هاد العسل ديالو. اللي بقى ليا البنات غادي نرمي فيه انا مام عشقه كبيره ديال الدقيق ديال الفرينه ديال الحلوى البنات. نحيد هذا ندوب ليا السكر، والبنات اللي بغا دير فيه الزبده انا غندير فيه عشقه ديال العسل، عشقه ديال الزيت. صافي غنبقى نحرك البنات، ويطيب ويغلى وانا نحرك، ويغلى وانا نحرك، حتى ان شاء الله نحصل على كريم كراميل داكشي اللي بغيت. بقاو معايا حتى الاخير البنات. هو دابا ملي طاب ليا الكريم كراميل غنزيد فوقو البنات الكاكاو، ملي اختار لا خليت انا فرينه تطابت البنات، بداو مع فرينه، ودابا غندخل فيها الكريم كراميل صافي، ورمي فوق الحلوى، غندخلو فهاد الكاوكاو هادو. شتو نتوما؟ شتو مع فرينه كتخلي عاقد، وبلايني تخليو فرينه كطيب البنات. انا راه خليتها شي 7 ديال الدقايق، واخا غير عاشقه راه ضروري 10 من 7 دقايق باش ما تضركمش ان شاء الله، ماشي بحال ما يزينه خفيفه البنات. ها هو الكريم كراميل كتشوفوا كيفاش جا عاقد البنات. الا بغيتو سائل ما ديروش فيه الدقيق، فهمتوني؟ وراه كيجي زوين مع كاوكاو البنات. انا قلبت الكيك ديالي لا كتردوا البال، لحقاش الجهه الاخرى جاتني البنات، جاتني منفوخه. اللهم ندير هاد الشيء وغنخليه يبرد ونقطعو معكم ان شاء الله. خليكم معايا ما تمشيو فين، نكمل البنات. هو الكيك ديالنا دابا غنخليه يبرد وغادي نقطعو معكم، خليكم معايا حتى الاخير. ايوا البنات راه كيما وريت لكم
انا غنهز واحد القطعه باش ما نطيحش الاخرى. خصكم تشوفوا غير الرطوبه كما كتشوفوا كتاكل بحال تورتا. بصحة وراحة.